يعني أعتقد أنه هناك أولويات لعمل كبير في مناحي مختلفة. نحن نعاني في منطقة تعاني من التطرف، تعاني من الإرهاب، تعاني من العنف حاليا. نحن بحاجة إلى أول شيء تنوع ثقافي، بحاجة إلى أن يكون هناك حوار مشترك بين كافة أطراف منطقة حوض البحر المتوسط. أزمة اللاجئين أيضا تتدفق باتجاه شمال المتوسط وباتجاه دول الجوار نتيجة الصراعات المسلحة الموجودة في المنطقة. بعتقد هذه مشاكل تعاني منها المرأة تحديدا أكثر من معاناة أي طرف آخر. لذلك بعتقد أنه لدينا دور كبير وهام للتعاطي مع هذه القضية بين طرفي البحر المتوسط، وبعتقد أنه آن الأوان لأن ندرك جميعا أن الهوة والفارق بين طرفي البحر المتوسط انعكست سلبا على مستوى الأداء للمجتمعات. لذلك بعتقد أنه من الواجب علينا جميعا أن نعمل من أجل تقليص هذه الفجوة، وأيضا العمل على استقرار المجتمعات حتى تتمكن من العيش بسلام وهدوء.